بتاعتها هي بتاعت الرابطة السهمية الثلاثية نيتروجين مع نيتروجين، ده يشارك بتلاتة وده يشارك بتلاتة، يبقى في ستة في حوزة كل منهما هما الاتنين. نيجي الأسئلة علي المجاب عنها. قال لك علي لا يمكن أن يتحد المغنيسيوم والصوديوم لتكوين مركب، هنقوله لأن كلاهما فلز، المركب بيبقوا ذرات مختلفة، لازم فلز ولا فلز، واحد بيفقد والتاني بيكتسب، لكن دولت الاتنين بيميلوا لفقد الكترونات مستوى الطاقة الخارجي، يبقى الاتنين بيفقدوا، فما ينفعش الاتنين يكونوا مركب. قال لك علي عندما ترتبط ذرة كلور Cl17 بذرة صوديوم Na11 ينتج مركب أيوني، لأن الصوديوم عنصر فلزي بيفقد واحد والكلور Cl17 بيكتسب الواحد، يبقى لأن ذرة الكلور بتكتسب الإلكترون اللي بتفقده ذرة الصوديوم، فبيحدث تجاذب بين أيون الموجب اللي هو الصوديوم وبين الأيون السالب اللي هو الكلور. قال لك علل عندما ترتبط ذرتين كلور ينتج مركب تساهمي. بص كده، كلور مع كلور يديني مركب تساهمي، وطبعا الرابطة السهمية هتبقى رابطة سهمية أحادية، لأن الكلور Cl17 ده عنده في مستوى الطاقة الأخير 7 وده 7، فده بيشارك بإيه؟ بواحد، وده بيشارك بواحد، فبيبقى في اتنين في حيازة كل منهما، يبقى في زوج من الالكترونات، يعني اتنين الكترون في حيازة كل منهما، يعني بينهم هما الاتنين ليكتمل مستوى الطاقة الخارجي. قال لك علل الرابطة في جزيء الماء تساهمية أحادية. احنا طبعا عارفين ان المية عبارة عن اكسجين مع ذرتين هيدروجين، هنقوله لأنها تتم بمشاركة ذرة أكسجين تشارك مع ذرتي هيدروجين بإلكترون واحد مع كل منهم، يعني أكسجين مع ذرة هيدروجين من الناحية دي بإلكترون، مع ذرة هيدروجين من الناحية دي بإلكترون تاني. قال لك علل الرابطة في جزيء الأكسجين O2 تساهمية ثنائية. قال لك تساهمية ثنائية، قول له لأن كل واحد بيشارك باتنين إلكترون. قال لك رابطة تساهمية ثلاثية في النيتروجين، هتقول لأن كل لأنها تنشأ بمشاركة كل ذرة بتلات إلكترونات لتكوين ثلاث أزواج، يعني لتكوين 6 إلكترونات ما بينهم الأكسجين، لتكوين زوجين يعني لتكوين 4 إلكترونات. قال لك علل ينتج على الرابطة الأيونية مركبات فقط، لكن بينتج على الرابطة التساهمية عنصر أو مركب. أنت عارف إن العنصر ذراته متشابهة والمركب ذراته مختلفة، فالرابطة الأيونية بتتم بين فلز ولا فلز، فبالتالي لازم تدينا ذرات مختلفة فيتكون مركب، لكن الرابطة التساهمية بتبقى بين لا فلز ولا فلز، فلها احتمالين، يا إما اللا فلز واللا فلز يكونوا هما الاتنين متشابهين فيدينا عنصر زي ال N مع ال N أو ال O مع ال O، او يكونوا مختلفين زي حالة المية ال H مع ال O يبقى يكون مركب لو كانت ذرته مختلفة. نيجي بقى للعناصر الخاملة. العناصر الخاملة دي اللي هي العناصر الغير نشطة، هي عناصر لا تشترك في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية. ليه؟ لاكتمال مستوى طاقتها الخارجي بالالكترونات، لانها مكتملة بالالكترونات فلا عايزة تفقد ولا عايزة تكتسب. فالعناصر الخاملة تتركب من ذرة واحدة منفردة، بتكون منفردة في الطبيعة ولا تكون أيونات موجبة أو أيونات سالبة في الظروف العادية، يعني لا بتفقد ولا بتكتسب. ناخد أسئلة علي المجاب عنها. قال لك علي لا تشترك العناصر الخاملة في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية، لا تسعى ذرة الأرجل لدخول في اتحاد كيميائي مع ذرات أخرى، توجد جزيئات العناصر الخاملة في صورة ذرات منفردة أو مفردة. كل الأسئلة دي إجابتها واحدة، هنقوله لاكتمال مستوى طاقتها الخارجي بالإلكترونات. قال لك علل ذرة الصوديوم N11 نشطة كيميائيا عكس ذرة النيون Ne10، هتقوله لأن مستوى الطاقة الخارجي في ذرة الصوديوم غير مكتمل بالإلكترونات يبقى نشط، بينما ذرة النيون مكتمل بالإلكترونات، يبقى أي حاجة يقول لك غير نشطة قوله لأنها مكتملة بالإلكترونات، طب نشطة تقوله لأنها غير مكتملة بالإلكترونات، سواء كانت فلز واحد او اتنين او تلاتة او لا فلز 5 او 6 او 7، برضو في كلتا الحالتين غير مكتملة بالالكترونات، يبقى الفلزات واللا فلزات نشطة لانها غير مكتملة، لكن العناصر الخاملة بتبقى مكتملة بالالكترونات. قال لك معلومة اثرائية، يمكن ان تنشأ الرابطة التساهمية بين ذرات عناصر مختلفة وبينتج عنها مركب تساهمي زي كلوريد الهيدروجين HCl. انا قلت لك ان اي حاجة فيها هيدروجين تبقى رابطة تساهمية احادية اوتوماتيك، وجزيء الماء H2O اللي هو ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. قال لك العالم برازيليوس اللي صورته دي أول من قسم العناصر إلى فلزات ولا فلزات في القرن 19. العالم المصري أحمد زويل حصل على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1999 تقديرا لدوره في اختراع كاميرا فائقة السرعة بتعمل بالليزر ولها القدرة على رصد حركة الجزيئات عند تكوينها. الملاحظة اللي بعد كده أو المعلومة اللي بعد كده، قال لك عندما تعطي الذرة إلكترونا أو أكثر
يعني بتفقد بيبقى نصف قطرها اقل، فلما نصف قطرها يبقى اقل حجمها بيقل. يعني انا عندي ال ان ايه مثلا 11 2 8 1، بعد ما كانوا 3 مستويات لما تفقد بيبقوا 2 8 بس، فيبقى 2 مستويين طاقة. فلما يبقوا مستويين طاقة تبقى الذرة اصغر، فلما تبقى اصغر الالكترونات السالبة بتنجذب للنواة الموجبة، فبالتالي الذرة بتبقى اقل. على العكس من كده المعلومة اللي بعدها، ان لما بتكتسب الذرة الكترون او اكتر بيزداد نصف قطرها، لان بيزداد التنافر بين الالكترونات مع بعضها البعض. قال لك اي ان نصف قطر الايون الموجب اصغر من نصف قطر ذرته. الايون الموجب اللي هو بيفقد بيبقى اصغر من نصف قطر ذرته، اصغر من الذره نفسها، في حين ان نصف قطر الايون السالب اللي بيكتسب بيبقى اكبر من نصف قطر ذرته، لان لما بيكتسب بيبقى فيه الكترونات زياده، فبيوسع التنافر ايه ما بينهم، او بيكبر التنافر ما بينهم. قال لك جميع اللي في الذات رادية التوصيل للكهرباء والحرارة ما عدا الجرافيت رابطة في كلوريد الصوديوم، يعني كلور وصوديوم يبقى أيونية، ورابطة في جزيء الماء اللي هي H2O رابطة تساهمية. يعد الفلور F9 من العناصر اللي فلزية، والصوديوم N11 من العناصر الفلزية. طبعا انت بتعرفها من انك توزع F9 يعني 2 7، ما دام اخرها 7 يبقى لا فلز، والصوديوم N11 يعني 2 8 1 يبقى اخرها 1 يبقى اكيد فلز. في الايون الموجب بيكون عدد البروتونات اكبر من الالكترونات، طبيعي لان الموجب البروتونات اكبر، بينما في الايون السالب البروتونات بيبقى اقل لان الالكترونات هي اللي اكبر لانها هي السالب. قال لك عدد مستويات الطاقه في ذره اللي فلز بتساوي عدد مستويات الطاقه في ايونه. يعني انا عندي مثلا السي ال 17 2 8 7 ثلاث مستويات، لما بيكتسب يبقى 2 8 8 برضه ثلاث مستويات، بينما عدد مستويات الطاقة في ذرة العنصر الفلزي أكبر من عدد مستويات الطاقة في أيونه. إزاي؟ أنا عندي الـ Na مثلا 11 2 8 1 3 مستويات للطاقة، لما بيفقد فبيبقى 2 8 بس، يبقوا مستويين بعد ما كانوا 3، يبقى عدد مستويات الطاقة في الذرة بتاعة العنصر الفلزي أكبر من الأيون، لأن الأيون بيبقى إيه؟ بيقل، بيبقوا مستويين بس زي ما قلنا دلوقتي. مع خالص تمنياتي بالنجاح والتوفيق، اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا من لدنك علما يقربنا إليك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، وذكرنا من العلم ما نسينا. اللهم نور بالعلم بصائرنا، واشرح به صدرنا، وأسرع به فهمنا، وقو به عزمنا. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم. اللهم سهل لجميع الطلاب دراستهم، ووفقهم ونجحهم. اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم بارك لهم في أوقاتهم، وحسن أخلاقهم، وحبب إلى قلوبهم وعقولهم القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.